ازيكم يا بنات واهلا بيكم تاني في القناه. انا نوج والنهارده عندنا فيديو ميك اب كولورفول يعني مليان الوان، ينفع سواري، ينفع تحضري بيه عيد ميلاد، خطوبه، فرح، تخرجي بيه في وضح النهار، في الفرينك تعملي اللي انت عايزاه. هو اوفر بس مش الاوفر اللي هو المعتاد اللي هو الغوامق والحاجات دي، لا احنا عاملين الوان فاتحه مزهزهه كده جميله صيفيه، ممكن لو واحده جريئه ممكن تعمله في خطوبتها. ده مش ميك اب عروسه، اجين علشان اوضح، ميك اب عروسه ان شاء الله هعمله لكم قريب، انتظروه. فاللوك دوت من سلسله الميك اب السواري اللي قلت لكم عليه. فلو عايزه تعرفي انا عملت الميك اب دوت ازاي كملي الفيديو للاخر. الترويه اللي هيفضل ثابت تقريبا في اي فيديو ليا، لو في اي حاجه مش عاجباكي في الميك اب تقدري ما تعمليهاش، تقدري تغيري اللون، تقدري تقللي حاجه انا حطها كتير، تقدري تزودي حاجه انا حطها قليل، وهكذا. حطي الحاجه زي ما انت حابه. مش عايزه اطول عليكم، ما تنسيش لو عجبك الفيديو دوت تعملي له لايك وتسيبي لي كومنت برايك، وما تنسيش تعملي شير كتير 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 مع اصحابك، واهم حاجه تشتركي في القناه وتدوسي على علامه الجرس علشان يوصل لك اشعار او نوتيفيكيشن كل ما ننزل فيديو جديد. ويلا بينا نبدا. اول حاجه هحط كريم العين من بوتس، بعدين كريم النهار من نمبر 7، وبعدين هحط مرطب الشفايف من فلورمر. هو ما شاء الله وصل لحاله الشناعه وكان قرب يخلص، فبحطه بايديا. بعدين هستخدم الكفر ستيك من اسنس اللي منهار عاطفيا تقريبا. بصوا كسرته من تحت وكسرت الكفر وما بقاش يطلع، بقى في حاجات تانية اللي بتطلع غريبة. المهم يعني اهو عمال بيتكسر. سبته في العربية وخرجت لقيت البلاستيك بينهار كده كأنه ايه مش عارف. بصوا عمالة فتفته. anyway هحاول احتفظ بده علشان هو اللي مغطي الكفر ستيك، بما ان هو ما بيطلعش فهاخده بالفرشه. حزينه حقا على اللي حصل، يعني انا بقعد اقول لكم ما تسيبوش الميك اب في العربيه وانا سبته. فاحنا مع حراره الجو هنا كفيله ان هي يعني المفروض ان هو يكون ساح بقى ميه اصلا. طبعا كالعاده بالكفر ستيك بغطي التصبغات، لو في مثلا حبوب حمراء الكلام ده كله، لو ما عندكيش مشاكل سكيب. بعدين هستخدم فاونديشن جولدن روز، بعدين هستخدم كونسيلر اسنس كاموفلاج، وهنسيبه بضعه يعني دقيقه كده بس عشان اللون يثبت في مكانه عشان يدينا كفر حلو. بعدين هستخدم بلوس باودر من جولدن روز علشان اثبت بيه وشي كله. تحت العين هحطه بالبيوتي بلندر، وقبل ما تحطي الباودر تأكدي ان الكونسيلر مش متكتل او قاعد في خطوط اللي تحت العين. الحركة دي كمان بتثبت الكونسيلر وقت اطول. وبعدين هستخدم اي شادو بيز من نيكس لونه ابيض، وهركزه على الجفن، هحاول ما اطلعوش فوق قوي. بعدين همسح الفرشة واللي متبقي هدمج بيه الحروف واطلعها لفوق، وباللوس باودر بتاع جولدن روز هثبت بيه البيز. بعدين من الباليت ديت من لانكوم هاخد اللون البينك، هو بين ابيض بس هو بيبي بينك فاتح، هنحطه على الكسرة العين. الكسرة العين عايزين لون انتقالي يعني يشع رقة كأنه مش موجود بس هو موجود. زي ما قلت لكم طبعا الدمج بيكون رايح جاي وحركات دائرية. وبعدين من باليت السعادة من نيكس هاخد اللون هو موف بس هو بيقول عليه ليلا المهم ان هو موف فاتح، وهحطه في كسرة العين. وعايزين ندمج اللون ده كويس جدا جدا جدا، دمج الاطراف هو اهم حاجه في الحته دي. هاخد فرشه نظيفه وهدمج بيها الاطراف، نظيفه يعني ما عليهاش اي شادو علشان ما تقليش الاي شادو، تدمجه صح، تشيل الزياده، يبقى التوزيع فير، يعني تاخد من الحتت اللي فيها زياده تحط في الحتت اللي ناقص وهكذا. ده هيخفف الاي شادو شويه، فهنرجع تاني نزود اللون. بس قبل ما ازود اتاكد ان انا عملت بلند كويس. ممكن تقعدي تعملي كده نص ساعه عادي، كل ما تعملي كده كل ما التوزيع يبقى احلى، وما تقليش ايدك، يعني كل ما ايدك
تبقى خفيفة، يعني يدوبك الشعر ده يبقى رايح جاي كده، كل ما التوزيع يبقى أحلى. وهرجع تاني باللون أزوده، وهحط في آخر العين. آخر العين مش عايزينها تكون سحب البرة، عايزاها هنا تبقى الآي شادو مدور، فهنا بعمل حركة دائرية. لما تكون عايزاها تبقى مسحوبة البرة بتعملي الآي شادو كده، بس احنا دلوقتي عايزينه مدور فبعمل حركة دائرية. هدخل الآي شادو لحد نص الجفنة وهتقله بقى شوية، يعني مش هيبقى خفيف زي اللي انا كنت بحطه فوق. ارجع بالفرشة نظيفة علشان الأطراف. من باليت لانكوم هاخد الآي شادو بيبي بينك شيمري، بيلمع يعني، وهحطه في العين من جوه لحد نص الجفن. باللون الموفي هرجع تاني أدمج أطراف الآي شادو. دلوقتي هبدأ أرسم حواجبي بقلم حواجب من جولدن روز، وبعدين بمسكرة الحواجب من أسنس هفتح حواجبي. بس الصراحة هي ما بتفتحش الحاجب قوي، بس يعني بتعمل يعني تفتيح بسيط، هو ده اللي احنا عايزينه. مش عايزين يعني، عايزين اللوك بتاع العين هو اللي يبقى عليه كل الفوكس يعني. وبعدين من باليت ذا بالم هاخد اللون الأبيض ده، فرشة فلات هحط اللون الأبيض تحت الحاجب، ده هيحدد شكل الحاجب أكتر وهيبين الآي شادو نظيف. بعدين بقلم عين أزرق من نيكس هحطه جوه عيني، وعادي لو نزلته تحت كمان. وبعدين باللون الموفي اللي حطيناه على الجفن كله هحطه تحت العين وهنزله. وبعدين هاخد اللون الأزرق دوت بفرشة فلات وهثبت بيه القلم اللي حطيناه جوه العين وهنزله لتحت. وبعدين بقلم سيلفر من برستيج هحطه عند مدمع العين. بعدين باللاش برايمر من جولدن روز هحطه علشان احمي بيه الرموش من الماسكارا ومن لزق الرموش، كمان بيغذيه علشان فيه فيتامينز. بعدين هستخدم ماسكارا اسنس جيت بيج لاشز. بعدين بفرشة الباودر هشيل كل الباودر الزيادة اللي على وشي. وبعدين هستخدم بشرة شاري رقمهم WSP my favorite، وهستخدم لزق ديو. على ما لزق الرموش ينشف هستخدم هايلايتر ماك وهحطه فوق القلم الكريمي اللي من برستيج، وتحت الحاجب وفوق الحاجب وعلى الخد. بعدين هستخدم برونزر ميبلين دريمسن علشان اعمل بيه كونتور. مش هعمل كونتور جامد قوي علشان عايزه اللوك ده يبقى التركيز على العين، برضو عايزينه يبقى خفيف. بعدين هستخدم البلاشر اللي في باليت لانكوم. بعدين هستخدم ليكويد ليبستيك ده من جولدن روز. طبعا هسيب لكم اسامي ودرجات كل الحاجات اللي استخدمتها تحت في الديسكريبشن بوكس. واخر حاجه هستخدم مثبت الميك اب من كاترس، فاكرينه اللي فيه جليتر تحت، بس مش هرجه، هرشه كده. وحتى لو طلع شويه جليتر انا شايفه انه هيخلي اللوك حلو. وبكده نكون خلصنا اللوك ده، اللوك من غير لينسز. هحط لكم لينسز علشان تشوفوه كمان من غير، وانتي فيل فري انك تحطيها او ما تحطيهاش، او تحطي لون لينسز تاني غير اللي انا هحطه. وده اللوك باللينسز، حطيت لينسز لونهم ازرق من براند اسمه باتيس. هسيب لكم اللينك البيج اللي جبتهم منه تحت في الديسكريبشن بوكس، وتقدروا تستخدموا الديسكاونت كود بتاعي نوجلين عشان تاخدوا 10% ديسكاونت. مش عارفه ليه حسيت ان الروج مات قوي واللوك فاتح كده وجميل، فحطيت ليب جلوس من ارت ديكو. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا واستمتعتوا وانتوا بتتفرجوا عليه. وما تنسيش لو عجبك الفيديو دوت تعملي له لايك وتسيبي لي كومنت برايك وتعملي شير كتير مع صحابك. واخيرا وليس اخرا، لو عايزه تعرفي اخبارنا واخبار القناه تنسيش تابعينا على السوشيال ميديا بتاعتنا، على الفيسبوك تويتر انستغرام سناب شات، واكيد على اليوتيوب. هتلاقوا كل الاكونتس تحت في الديسكربشن بوكس فوق الفيديو دوت. لو انت على الفيسبوك كانت بتظهر على الشاشه خلال الفيديو، وكمان هتظهر في اخر الفيديو دوت. اشوفكم الفيديو الجاي، باي باي. وبعدين بقلم سيرفر. حد شايف الشعر اللي بقى اورنج عشان البينك اللي حصل فيه؟ علشان اللي مش بتابعني على السناب شات ولا على الانستجرام، المفروض ان انا عملت شعري بينك وبقى بالفشل الذريع، فالحته اللي قدام قلبه على اورنج، وفي اضاءات معينه بتقلب على بينك.
ينفع يبقى سواريه، ينفع تحضري بيه، ينفع تحضري بيه، تروحي بيه 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 باسم الشرطه اللي جت تحت الشباك دلوقتي حالا. وده لك بلك. انا طول اليوم برا، بس بنسى اجيب الحاجات اللي قربت تخلص او خلصت. بيت وايه كمان، اطلعوا زمروا عندي هنا في الاوضه. يعني اول حاجه هرد